فيتالي فديانين طبعا يعني ليس من باب الشماتة، ولكن بالنسبة للسوريين مثلا هذا الرجل، وحتى ربما بالنسبة للأوكرانيين ألكساندر دوغين، هو يوصف بالعقل المدبر لفلاديمير بوتين والمسؤول عن إقناعه أو التنظير لموضوع غزو أوكرانيا وكذلك احتلال سوريا. فربما هناك الآن من يقول لألكساندر دوغين اشرب من نفس الكأس. منذ البداية، منذ اللحظات الأولى، حولت موسكو استخدام اغتيال داريا للتصعيد الهجوم الروسي على أوكرانيا. على سبيل المثال، أحد من أبرز عاملات الدعاية الروسية سيمونيان دعت إلى قصف مراكز اتخاذ القرار في أوكرانيا منذ اللحظات الأولى بعد الاغتيال. وصح من المهم أن نعرف أن موسكو ستستخدم هذا الاغتيال للتبرير الهجمات الروسية يعني خلال يومين. أي نوع من الهجمات تخشونها أستاذ فيتالي؟ الرئيس الأوكراني يتوقع هجوما بشعا كما وصفه. هل يعني خلال الآن يومين، يعني لأن أوكرانيا ستحتفل عيد استقلالها يعني بعد البكرة، وبكرة نحن كمان نحتفل عيد العالم، وكمان نستضيف قمة منصة القرم، يعني هذا الحدث مهم جدا لتحرير شبه جزيرة القرم، وبوتين غاضب جدا من هذه المبادرة. كل عام وأنتم بخير أستاذ فيتالي، لكن الآن بما أن الروس اتهموكم بشكل مباشر، يعني ما في موضوع أنه والله انتظار تحقيق، لا، الاتهام مباشر ضدكم. صح. هل هناك رد صحيح متوقع، خاصة بأنه واضح بأن بوتين يعني غير مرتاح لنتائج العملية العسكرية مع تطور الأمور في شبه جزيرة القرم بعد الضربات القاسية التي تلقاها الروس هناك؟ صحيح، وهو يحاول خلق التبريرات الجديدة لتصعيد حربه في أوكرانيا، وأحد من هذه العناصر اغتيال المفكرين والصحفيين. ولكن من المهم أن نفهم من هو دوغين، لأن أنت قلت يعني بشكل صحيح أن الإعلام العربي يصف الدوغين بالدماغ بوتين أو بالعقل المدبر لبوتين. نعم. ولكن هو أحد من مؤسسي الحزب البلشيفي الوطني، وإنه حزب قومي متطرف، وهو محظور حتى في روسيا، وكان الشعار هذا الحزب روسيا هي كل شيء والباقي لا شيء. مفهوم أن حزب كان يروج الإيديولوجية الفاشية المطلقة، وهذه الإيديولوجية المكرسة اليوم في الإيديولوجية العالم الروسي التي يستخدمها البوتين في سياسته في أوكرانيا، لأن هذه الإيديولوجية كمان تروج تفوق روسيا يعني أمام الشعوب الأخرى وتبرر قتل الأوكرانيين. تمام يعني أستاذ فيتالي، خليك لو تكرمت دكتور محمد.